بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم إن شاء الله بمحاولة التعريف بطريقة الولوج إلى المنصة المسطحة اي فورماسيون الخاصة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سويس ماسة. قبل البدء بطبيعة الحال توصلتم جميعا بطريقة الولوج، ألا وهي اسم المستعمل ثم الرقم السري. بالنسبة لاسم المستعمل فهو البريد الإلكتروني الذي أعطيتموه للإدارة. بالنسبة للرقم السري الذي أعطي لكم فهو مؤقت، وبالتالي فأنتم مطالبون بتغييره. ندخل الرقم السري ثم نضغط على الزر الأخضر للولوج. بعد ذلك المنصة تطلب منا تغيير القن السري. ندخل الرقم السري الحالي ثم ندخل الرقم السري الجديد الذي سنحتفظ به لأنفسنا. من طبيعة الحال هنا يوجد مجموعة من القواعد التي يجب تطبيقها وتنفيذها الخاصة بالرقم السري، وهي أن يحتوي على 8 أحرف على الأقل، منها يعني ما هو صغير وما هو كبير، مينيسكول وماجيسكول، فوالا، وأن تحتوي على رموز خاصة اللي هي مثلا الإطوال، دياز، الأروباس، إكسيتيرا. مثلا أنا سأدخل رقم سري. سأعيد إدخال الرقم السري ثم نضغط على زر تسجيل. بعد تغيير الرقم السري نضغط على تابع. للإشارة فقط فالمنصة تحتوي على لغات 3، الإنجليزية، الفرنسية، ثم العربية. بإمكانكم اختيار اللغة التي تناسبكم. أضغط على التالي، وبالتالي فأنتم داخل المنصة وستظهر لديكم المقررات الدراسية التي أنجزت لأجلكم. من طبيعة الحال هذا النموذج هو نموذج للابتدائي، سلك الابتدائي بالفرع الإقليمي لطاطا. نلاحظ هنا لدينا مجزوءات الدورة الثانية: تدبير تعلمات 2، تقويم التعلمات، الديداكتيك، ورشة تحليل الممارسة المهنية، دعم تكوين الأساس 4، دعم تكوين الأساس 3، تدبير تعلمات 3، ورشة الإنتاج الديداكتيكي. فهذه كلها مقررات لمجزوءات تدرس داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الفرع الإقليمي لطاطا. عندنا إمكانيات للتنقل كثيرة. بطبيعة الحال هنا الإمكانية الأولى في هذه الصفحة، يمكن الضغط مباشرة على الاسم المجزوء، اسم المقرر، أو من خلال هذه النافذة لدينا كل المجزوءات بعددها 8. نضغط مثلا على تدبير تعلمات 2، سيظهر لدينا محتوى المجزوءة. محتوى المجزوءة هنا الإعلانات، إن كان هنالك إعلان خاص بهذه المجزوءة فستجدونه داخل هذا يعبر تعلمات 2 أو جيستيون دابخونتيساج 2. ستجدون هنا منتدى للمجزوءة تطرح فيها الأسئلة، مثلا هنا نقاش الهندسة البيداغوجية. سيطلب منكم الإجابة عن هذه الرسالة، عن هذا النقاش. نضغط على رد ثم نجيب. نعود إلى محتويات المقرر. لدينا هنا
الانجينيوري بيداغوجيك، الهندسة البيداغوجية. الاختيار الأول لشو بيداغوجيك محاور أربعة سيتم التطرق لها فيما بعد. لشو بيداغوجيك مثلا هنا لدينا على شكل اختبار أو سؤال يجب إجابة عنه، اسكو سي وي أو نو. نعود هنا لدينا ملف يمكن تحميله مباشرة من المنصة. إن كنت أريد تخزينه يعني أحمله مباشرة إلى الحاسوب الشخصي. هنا برنامج يمكن تحميله أيضا أخزنه داخل الحاسوب. وهنا واجب يجب الإجابة عنه بهذه الطريقة، أحمل الملف الخاص بالواجب الأسئلة ستسجلها داخل هذا الملف، وبعد ذلك حين أتم عملية الإجابة أعبئ الملف ثم أضيف الجواب داخل هذا الجانب هذا إلى آخره. ويمكنكم من طبيعة الحال التنقل داخل المجزوءات الأخرى التي هي مفتوحة من أجلكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.